مصاري مصاري كل عيالهم هيهم من هناك. مال ولاك مال ابطال مال ابطال والله ولا قسم ولا حق قسم شي قدامك طلع روحك هلا. ها لا حول ولا قوة إلا بالله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شو هاك؟ حسبي الله ونعم الوكيل. يا ربي دخيلك يا رب دخيلك، شو اللي صاير؟ يا الله خير يا رجال، ليش رجعت هلا؟ لا 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 ولا شيء. يعني انت شو اللي فيك هلا؟ صحيت على دق الباب. ليش بنعمل دق الباب؟ ما حدا، بس انت خبطته خبطة قوية. ايه معك حق، صحيح. شبك يا رجال؟ ولا شيء ولا شيء، يعني بس لقيت حالي محصور، قلت لحالي لأرجع على البيت وفوت على الحمام. يلا. بسم الله عليك. الصبح طلعت ما كان فيك شيء، شبك يا رجال؟ والله ما بعرف يا أم مناف، حاسسك ببردية قوية كثير. رح أعمل لك كاسة زهورات تدفي حالك فيها. كأنه صوت أم خالد. يا ترى ليش عم تولول؟ قولي على أختي ليكون صاير معها شي. قولي علي عليك يا أم خالد، يا ترى شوفي لك شوفي شو اللي صاير. الله يرحمك يا أبو خالد، لك مين اللي عمل فيه هيك؟ والله هو رجال بحاله. شبك أبو مناف؟ ليش ما عم ترد علي؟ شوفي شبكي؟ صلي ساعة عم حاكيك ما عم ترد علي. طيب برأيك مين اللي عمل فيه هيك؟ الله يوفقهم إن شاء الله. الله لا يوفقهم. قال عم بيقولوا إنه ما لقوا معه ولا متليك واحد، ومرته أم خالد رح تموت حالها من الزعل عليه. الله يرحمه. وين قايم؟ خليك أنا بفتح الباب. لا 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 معلش، أنا ما فيني شيء، أنا بفتح. يا على قامتي علي، والله رح يجنني هالزلمة. شي بردان وشي تعبان وشي ما فيه شي، لك شو أعمل أنا؟ كلمتين ورد قطعهم يا أبو مناف، بتسمع من هون وبتسطح من هون. نحن منعرف منيح انك شفتنا اليوم ونحن عم نخلص عليه لأبو خالد. طيب اسمع ولا كلمة. انا بعرف انه اليوم هربت من شان شو؟ من شان ما تفتح تمك هيك ولا هيك. احنا شفناك بيدون عيون التنتين، مرتين أنا أعمل لك شي هالمرة، بس جينا لعندك من شان نحذرك ونقول لك هذاك لسانك بتخلي جواتك إنه استطلعته شوي شايفة بدي أصل لك ياس. فهمت؟ فهمتك. فهمت. طيب مو حرام ما قتلتوا هذا الرجال؟ ليش هيك عملتوا؟ مو شغلتك. إيه صح مو شغلتي. قسما بالله إذا بتفتح تمك بهي السيرة للحقك فيه أنت وأهل بيتك. سمعت؟ أنت وأهل بيتي وأهل بيتك. اسمع أبو مناف، أنت الزلمة كل الحالة بتعرف إنك زلمة معدل وقضاي ومسكين، وعيلتك بتحبك كتير وأنت بتحب عيلتك، فإذا حابي اطولوا للسانك وتحكي هيك ولا هيك لا تخسر واحد من عيلتك. لا تخسر واحد جو من عيلتك. يبقى تذكروا لهالوش الصبوحي. حاضر حاضر.
ليه على قلبي عليه؟ كان جاي من حلب وش الصبح، طلعوا لأولادين الحرام قتلوه وسرقوه. لك يا ريتهم أخذوا كل شيء وخلوه عايش. الله لا يسامحهم، إن شاء الله بينمسكوا عن قريب. دخيلك يا أم نعف، بيسألك سؤال، يعني بعرف جوزك بيطلع الصبح بكير، يعني بهداك اليوم ما شاف شيء، ما لمح حدا، ما حس بشي؟ الله يسامحك، لو شاف حدا معقول يسكت؟ انت بتعرفي جوزي صاحب ذمة وضمير. ما عندي شك بهذا الحكي، بعرف انه كان يحب المرحوم كثير، والمرحوم كان يحبه ويحترمه. أيوة الله لا يوفقه، الله لا يوفق اللي قتله، الله يرحمه يا حب. آمين يا رب العالمين، الله يرحمه. آمين يا رب. طيب أنا شو دخلني يا سيدي؟ شو دخلني بموتة أبو خالد؟ شو دخلك؟ وأنت أول واحد بتكون الصبح بالحارة، مظبوط هالحكي ولا لا؟ مظبوط 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 مظبوط. يوم اللي قتل أبو خالد شفت شي حركة غريبة بالحارة؟ يعني شفت شي واحد متلبك ماشي هون؟ لا 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 أبدا ما شفت شي. يعني معقول شوف شي واسكت؟ مو معقول يا سيدي، الله وكيلك. قوت على بيتك يلا. حاضر سيدي، السلام عليكم. قلبي عم بيقول لي انه عم يكذب. عفيف امرك سيدي. بتراقب لي اياه، وين بيروح؟ وين بيجي؟ كيف عم يتحرك؟ فهمت؟ امرك سيدي. ما بتتركه ولا لحظة. ما لحقتك بالجامع، بدي احكي لك شيء. خير ان شاء الله. شيء خطير كثير، شيء شفته بعيني بس ما بقدر اخبر حدا عنه لانه بخاف روح فيها انا ومرتي وعيالي. يا ستار خير ان شاء الله، احكي. يا شيخنا انا شفت مقتل المرحوم ابو خالد. الله اكبر، بتعرف مين قتله؟ هيثم وبدران عم يهددوا ابو مناف بالقتل، هو ومرته واولاده. لهيك الزلمه خاف وما عم يحكي، فلا تلومه يا حضره اليوز باشي، الزلمه ميت من خوفه. المسكين ما عم بينام لا ليل ولا نهار، منظر ابو خالد وهو عم ينقتل ما عم يفارق. هيثم وبدران، هيثم وبدران، ماشي. والله لا ربي الكلاب فيهم. خير شو بتكون؟ الله يجعلك بخير. اللي شو قاعد عم تحكي للشيخ محي الدين؟ امتى؟ امتى؟ اليوم. اليوم شفناك بعيوننا التنتين انت وفايت على المضافة، وقاعد عم توتوت انت وياه. ان شاء الله فكرك عيوننا غايبة عليك. ايه مظبوط، انا كنت عم بحكي مع الشيخ على منام شفته. حاكم امبارح انا شفت منام بكشش. ولك كذاب! شو شايفنا اولاد صغار حتى عم تكذب علينا؟ ايه سيدي انا كذاب، وحكيت للشيخ كل شيء لانه بدي يريح ضميري يلي ما نام من وقت ما شفتكم عم تقتلوا ابو خالد. الله لا يوفقكم، الله يلعنكم، الله يلعنكم. صحيح انا اكلت ضرب السكين قويه، بس المهم ريحت ضميري. الحمد لله اللي الله حماك وبعد عنك كل شر. بس انا بدي افهم،
كيف حملت هالسر كله لوحدك؟ لأني كنت خايف عليك يا أخ وعلى الأولاد، لأنه كان ضميري عم يعنبني بكل لحظة. أخ بس المهم الحمد لله الله قدرني وكشفت المجرمين، وهلأ أكيد عم يتحاكم وأكيد رح ياخذوا جزاءهم. إيه الله لا يردهم إن شاء الله. آمين آمين يا رب العالمين، ويكسر إيديهم. يا حرام الشوم، حرموا رجال طيب من حياة وحرموا من عيلته. أخ رحمة الله عليك يا أبو خالد، رحمة الله. روح يا أم مناف، ربي يسترها معك ومع جوزك يا رب. لا يا أم خالد، نحن ما عملنا إلا واجبنا. لك والله وقفتكن معي، لك ما بنساها لحتى موت. نحن أهل، أي شيء بدك يا رقبتنا سدادة. الله يوفقك، الله يوفقك ويخلي لي إياكي. والجار كان واقف عم يبصبص. شاف مني شيء؟ لا ايوه، شو شاف مني شيء؟ انا لما انتبهت عليه فتت لجوا وتركت الغسيلات برا. ولك هذا الواطي شلون بيطلع على سطوح البيت؟ شلون؟ وانا شو بيعرفني ابن عمي؟ ما لقيته الا واقف عم يبصبص. ايه والله العظيم لا اطلع بروحه. ابن عمي مشان الله ما بدنا مشاكل. ماشي ماشي، معناتها رح احكي انا مع ابو وجيه مشان يلاقي لنا دوباره معه. ايه ابن عمي احكي مع صاحب البيت، احكي معه احسن. لا يا شوفو الواطي. لك يقطع عمرك ما اخلصك، يبلاها عيونك بالقتل الالهي. اهلين ابن عمي، طمني شو قال لك صاحب البيت؟ يعني أنا حكيت معه. ايه. قال لي إنه يعني جارنا ما له مطول بالبيت هون، يعني شغلة 10 أيام 15 يوم إن شاء الله بده يعزل من البيت. ف يعني بيني وبينك منيح ما تقاتلنا معه، يا خسكتي يعرف يعني ما بتعرفي هو مين طلع. ومين طلع جنابه؟ طلع موظف كبير بالسرايا. طيب معناها انشر الغسيلات بأرض الديار. شو؟ لك حلوة يعني بحقي أنا رجال مشورب يعني انشر الغسيلات؟ يعني بلكي شافني، والله ما حلوة بحقي. لك كان يشوفني لي أحسن. لك والله لك بمسح رقبتك، لك بأبرك بأرضك، شو يشوفك لإلك؟ أصلاً ما بصير يشوف أواعيكي، إذا شاف أواعيكي كأنه شافك لإلك. طيب والعمل ابن عمي وين بدي انشره؟ شريهم جوا بالغرفة. طيب تقبرني ناولني الغسيلات من عندك كرمالي. لك ناول شيء. الله معك تقبرني. خاطرك الله يحميك ويرزقك. كتر خيرك يا سمعو. الله يخلي لنا اياك معلم. انا لولاك شو بدي اعمل الا هواك، تشسحت بالشوارع. شو هالحكي هاد، واجبي وصلك. انا ما بحبك كثير بس بعزك. دخيل لانك شامو رمضان. دخيل ربك. ها 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 هون البيت. وينو؟ ليكو وصلنا يا علي. وصلنا. يلا سلام معلم. اه معك انت على البيت. من هون معلمي؟ من هون. هذا بيتها. ايه يلا سلام. مع السلامة. لك روح الله يوفقك. الله يخليك. الله يخليك معلم. الحمد لله عمل ما وصل. وين بيت؟ سمعوا
مش معاه مفتاح رح ينكسر، ما عم يفتح المفتاح، حيكون هذا اكيد مفتاح زعلان من الباب، مش عارف زعلان من الباب، زعلان منه ايش زعلان من الباب؟ هلا اولكم بفوت انا بدي فوت زعلان من الباب، وانا شو بسبب حالي يعني؟ يا بيتي يا ولادي أرض الديار زغرانة يا وغير ويا لأمتي ويا لأمتي انت شو جابك لهون يا ميت أهلين سهلين بالعكس هذا بيتك اعتبري جيتي عندي أنا معلم زمان أختي فوتي لجوا فوتي لجوا شو جابك أنت معلم هذا مو بيتك لا عيب عليك روح عمل لك تركه شو عيب علي لك هذا مو بيتك بيتك اللي جنب منه لا سمعوا هلا بيتي إذا أرض الديار كشت شوية يا عمكو ما كشت بيتك اللي بجنب منه لا تأخذينا أختي امشي معلم امشي امشي ودي يا عتاعي عندي طلع طلع معلم طلع طالع عندي طالع من بيتي يا ربي دخيلك على الفضيحة يا ربي دخيلك يا ربي ولك شو بتخلي يشوفك بالقرعة شلون؟ ابن عمي أنا والله بالأول فكرتك أنت ما لقيته إلا بنص خلقتي بأرض الديار طب لمسك شي لمسك أعوذ بالله والله ما لمسني مش كان هيك بسيطة يعني ما رح تحكي معه؟ رح تمرر له اياها هيك؟ يعني شو بدك يعني اعمل؟ روح قلت له يعني عم وجهها لي انه الزلمه كان سكران، صح ولا لا؟ ايه مزبوط كان سكران ايه خلص يعني الرجال مو بأعلاته بس يعني حرام معدي ابو وجهي انه هي القصه ما بقى بتتكرر ابدا ابن عمي الله يخليك طلعني من هالبيت وين بدك تروحي يعني؟ وين بدك تسكني؟ ان شاء الله بالبساتين عراس الجبل من فوق انا صرت خاف ضل هون لك يا نوال يا بنت الحلال يعني وين بدنا نلاقي بيت اجرته ارخص من هذا البيت يعني عدم مؤاخذه ونحن عم نشتغل لنطالع لقمتنا بالزهور يعني هلا اذا حكيت بدك تزعل لا ستي لا ما راح ازعل طيب ليش ما بتقول لاخواتك يعطوك حصتك بالبيت لك يا نوال حكينا معهم حكينا معهم وما رضوا شو بدك يعني اعمل يعني روح تعاتل معهم اتعالق معهم ما لازم تسكت هي حصتك من ورطة ابوك طيب شو بدي ساوي صرت حاكي معهم الف مرة وهن ما عم يرضوا وانا ما بدي زعلهم صراحة ما بدك تزعلهم ولا خايف منهم يا ستي وخايف منهم خايف منه منيح هيك وضبي حليك احسن ما اطريت كف قسما بالله بزك الدم فهمتي ولا ما فهمتي ولا ايه خلص امرك بخرس اصلا انت مراجلك ما بتفرضها غير علي ايه اصطلحنا واصطلح الملك ابن عمي ابن عمي ايه شو بدك الله يخليك ما تروح اليوم على الشغل لك يا نوال شلون يعني ما اروح على الشغل شلون ايه انا ما صدقت على ربي لقيت هذا الشغل مشان نتقاوى وناكل للقمتين بتقولي لي لا تروح على الشغل طيب الله يخليك ما تطول ما بقدر بدي ساوي العجنة وشغل الفرن خلاص انتي لا تاكلي هم هلا تلحقيني بتدرسي الباب منيح وبعدين بتعدي بغرفتك ما تفتحي لحدا خلاص لا تخافي ما رح يصير شيء ما رح يصير الا اللي الله كاتبه ايه تعي دربسي منيح ها شفتي ما في حدا سكري حبيبة قلبي أنا أجيت عشان انبسط أنا وياكي يلا اطلعي اطلعي يا عندي حسيت جبت لك معي بلضمينة وشبك وبقلاوة وبكرة كمان حعمل لك ست سبقي كل هدول
ونحن انا وانت عيش احلى حياتنا انبسط. ضحي حالك لانه انا بعشقك. بحبك ضيعتي حياتي كلها وانا بعشقك. ما بتخبصي انت؟ جاي تسرقي جوزي مني عينك كنت عينك؟ يعني انت اولى من الغريب وانا لساتني صبيه وعين الله علي بدي رجال يصونني ويحميني ويحمي هالايتام. لو بعد ما عذبتي حالك من كل هذا التفكير والجمع والطرح شو طلع معك؟ يلي طلع معي انه انت اولى باولاد اخوك. رضيان باللي قالته؟ كأنه معها حق شوي. أي حق؟ إنه تسرقك وسكت لها؟ ولا إنه تخرب لي بيتي وابتسم لها؟ لك أي حق؟ لك وحدي الله يا بنت العالم والناس، هي المرأة ما نبصلي عنا بها. خلينا نضب الأولاد ونحطهم بحضننا، أحسن ما تعملنا جرصة بالحارة إلا أول ما لا آخر. أنت بدك إياها؟ جاوبني. أنا ما بدي إياها. أنا بدي أولاد أخي اللي من لحمي ودمي يلي هني عرضي. قبل ما تعمل لي فضيحة بالحارة ماني حاسب حسابها بنوب. الأولاد نحن بناخذهم ونربيهم والله والله لحطهم جوا عيوني. بس ما تتجوز علي وهي تروح تنفلق تتزوج تعمل اللي بدها إياه. بصير خير بصير خير. لك الله لا يوفقك، لك الله لا يوفقك يا خرابة البيوت. يي أمانة لا تأخذوني نطرتكم كثير، يبعت لي 60,000 حمى. يوم بعيد الشر. خدي شرفي شرفي. هات ابن عمي هات، سلموا إيديك. تفضل أبو عبدو، تفضل نشربك فنجان قهوة. إي ابن عمي إذا ما عندك شي فوت اشرب لك فنجان قهوة. لا عندي شغل عندي شغل، على كل إذا بدكم شي نادولي. ماشي. لك أهلين صبوحتي. الله معك مع السلامة، فوتي فوتي مشتاقة للأولاد كثير. لا قولي، احكي عهد عم اسمعك. الله وكيلك يا صباح، من وقت يلي توفى المرحوم يمكن ما إجوا شافوا هالولاد مرتين ثلاثة، لك أنا مو مشاني بس مشان هالأيتام حرام. يا هي بس هنن عم يقولوا إنهم مانن مقصرين معي. إذا كل شهر بعتوا لنا سكبة، إيه الله غنانا عنا. لك أنا يا خوفي بس ينسوا هالأيتام. والله معك حق، أنا بورجيهم. أنا عتبي على سلفي موفق، سلفي موفق لا ورا ولا قدامه. يعني شو فيها؟ شو فيها إذا بيجي بيزور أولاد أخوه نص ساعة؟ والله بهي معك حق، دباره عندي. بعدين يا صباح لما بيجي موفق الأولاد بخافوا منه وبيحسبوا له ألف حساب. والله معك حق بكل كلمة قلتيها. عهد انتي مو بتعتبريني مثل اختي؟ وأعز تقبريني. شو رأيك نحط الخبزة على الجبنة بينك وبين أخي موفق؟ بعدين لساتك صبية وبأول عمرك والولاد بدهم أب يدير باله عليهم. بقى شو قلتي؟ لك وقريضة نوم إن شاء الله. قوم ما بتشبع نوم؟ قوم دي حاكيك كلمتين. لك إيه شو بدك يا فتاح يا علي؟ قوم بدي جوزك. بدك تجوزيني؟ إيه بدي جوزك. وين الغريب بالموضوع؟ عين الله عليك شب كامل مكمل. ومين هي اللي بدها تقبل فيني وأنا عطال بطال عايش على حساب أخي؟
عايش تحكي عن حالك هيك ها؟ اوعك. بعدين العروس موجودة. ومين هي تعيست الحظ بالله؟ قصدك سعيدة الحظ. مرت أخوك المرحوم عهد. مرت أخي؟ عم تشبيها أختي أكيد. شو الغريب بالموضوع؟ ما أنك أول واحد ولا آخر واحد بيتجوز مرت أخوه بعد وفاته؟ لا أختي، شيلي لي هالفكرة من بالك، الله يرضى عليكي. أنا ما خرج جازة، ركزي، أنا ما خرج جازة أبداً. وولاد أخوك لمين تاركن يربو؟ هي ما عم نقصر معهم بشي وعايشين أحسن عيشة. بعدين إذا قاتلي همهم بس يجي أخوك عزام ابقي جوزي. شو عليه؟ عزام عزام؟ ليش يا حبي راكضة ورا موفق؟ العطال البطال التنبل عزام من شو بيشكي؟ عنده أولاد وشغيل وإنه بخرب عيشة سلفتي زهنب. ايه رايحت له. يا صباح صبوحة. أهلين ابن عمي. جاهز الأكل حبيبي؟ شو رأيك تأخذ هدول الأغراض لبيت المرحوم أخي؟ حرام أيتام تكسب فيهم سوا. بتجيب لنا غيرهم بعدين. ماشي ماشي ماشي. لا تسي. الله يرضى عليك ويرزقك يا رب. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله معك ابن عمي. يلا رح جهز الغداء لبين ما ترجع. يلا ماشي. رايح على بيت اخوكي. الله يكون بعونهم. حرام ايتام. ايوه روح روح. الله يعطيك من اكتره يا حق. خاطرك. الله معك. مع السلامه. الله يرزقك يا حق. يلا كل يومين ومنخلص من جلب الاغراض وبيبتلى فيهم عزام ومرته. نفسي شوف وشها لزهرة لما عزام يفوتها العهد وهي مرته على البيت. ايه والله الحمد لله. ان شاء الله الامور بتكون بألف خير يا شيخ. يا عهد عهد عزام وافق. شوفي يا صباح، أنا يعني على مين شايفني فايت على بيت أخوكي وطالع من بيت أخوكي، وأنت يعني ما بيهون عليكي بنوب إنه الناس تحكي علي. مشان هيك قلت لحالي يا ولد اكتب كتابك بتكسب ثواب. أيتام حرام أيتام. كمل شيخي كمل. بسم الله الرحمن الرحيم.